نتكلم مع حضراتكم عن الروح الرياضية وأهمية وجود الروح الرياضية في الرياضة، لأن المفروض أن الروح الرياضية دي هي اللي تجمع ما تفرقش، هي اللي توحد الناس كلها. هو ده الهدف الرئيسي من الرياضة بالمناسبة، أن هي تعزز روح التعاون والمحبة ما بين كل الناس. الرياضة بطبيعة الحال عبارة عن فريق فايز وفريق مهزوم، نقول مبروك للي فاز وهارضك للمهزوم بالبساطة دي. مش لازم نقلب الدنيا في كل حدث وفي كل بطولة وفي كل مباراة مهمة. طبعا احنا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح عن تهنئة النادي الاهلي لنادي الزمالك، تهنئة نادي الزمالك عفوا لنادي الاهلي بعد الفوز الاخير. النهاردة بقى عايزين نكلمكم عن العكس، تهنئة النادي الاهلي لنادي الزمالك بمناسبة حصوله على كاس السوبر الافريقي للمرة السابعة. النهاردة هنتكلم عن تهنئة الاهلي لنادي الزمالك بعد فوزه ببطولة افريقيا لكرة السلة. يعني أنا متفق جدا في اللي أنت بتقوله، وامبارح تحديدا بعد المباراة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب تقدم خالص التهاني لمجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة السلة. وبصراحة هم لعبوا كويس جدا، يعني أعرب مجلس إدارة الأهلي عن تمنياته بدوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة بما يخدم أكيد الرياضة المصرية في الأول وفي الآخر والمصلحة العليا للوطن. يعني هي دي، هنكرر تاني، أكيد هي دي رياضة، هي دي روحها العالية بتقوم على العلاقات الطيبة بين الجميع، وده أصل الرياضة. يعني الرياضة ما كانتش أصلا تم اختراعها علشان يحصل مشاكل يعني في الداخل أو في الخارج أو بين الدول أو غيره، بالعكس عشان تقرب الدول وتقرب الشعوب. فيعني أخلاق هي دي اللي احنا زي هقول تاني دي اللي احنا واخدين عليها، وهي دي اللي احنا تربينا عليها الروح الرياضية دي. فيعني أنا سعيدة جدا، وأكيد أي حد بيشوف مشاهد زي كده سعيد جدا، فيا رب دايما يديمها. يعني بمناسبة الكلام عن الروح الرياضية، على فكرة المشاكل اللي من النوع ده اللي هي تحس ان ما فيهاش روح رياضية قوي موجودة في ملاعب العالم كله في الفترة الأخيرة، شفنا الكلام ده اتكرر كتير في كتير من المباريات، حتى العنصرية عرفت تتسلل إلى داخل مدرجات كرة القدم. بالزبط. وبقينا نشوف إن في احتكاكات صريحة جدا وصعب ومهينة لمثلا حد من أصحاب البشرة السمراء، حد أسيوي، حد كذا، فتلاقي إن حد من اللعيبة من الفريق المنافس يجي ملقح كلمة فينتج عن ده طبعا مشكلة كبيرة. كل الكلام ده بيضرب الرياضة في مقتل، يعني بيضرب الروح الرياضية في الصميم الحقيقة. ونتمنى إن هذه المشاهد يعني والمشاهدات تنتهي بالكامل. أنا بتفق معاك، هي أصلا حتى لو كانت على الصعيد أو المشهد العالمي ما كانتش عندنا في مصر، يعني إحنا عمرنا ما شفنا كده. وليس دفاعا عن النادي الأهلي، على فكرة النادي الأهلي عمره ما كان عنده هذا الأمر، عمره بالعكس. احنا بنتكلم دايما ان هذا الكيان بالعكس بيتسم دايما بالاخلاق في كل شيء، في التعامل، في كل شيء. فده اللي احنا نعرفه، هو ده يعني ما فيش حاجه مشهد جديد مثلا هنخليه تبقى عاده، لا، احنا اللي نعرفه هو ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. بس انا متفق معاك طبعا، هو موضوع عالمي، يعني مشاهد او الرياضه العالميه بتشهد انواع من العنصريه الى حد ما، شيء مؤسف، ونتمنى ان هي تختفي تماما ان شاء الله من الرياضه مش بس كره القدم. بالمناسبه بقى تعالوا نتكلم